ادخل. مساء الورد يا نجمة. من مين الورد ده؟ معرفتش. آسف يا فندم، اضطريت أسافر إيطاليا. بالتوفيق يا نجمة، ودايما في تقدم. رشدي أباظة. مين اللي ورده مفرحك قوي كده يا توح؟ وانت مالك يا رخمة؟ اتفضل، هي دي وردتها دي. شكرا. هو حضرتك عايز توحة؟ ايوه، يا ريت تقولي لها ان انا عاوزها. خير يا باشا. واحنا ما ينفعش نتكلم في حته بعيده عن هنا؟ اللي هتقوله في اي حته تانيه ينفع او يتقال هنا. وهو كذلك، احنا هنا في اسكندريه عشان جلاله الملك موجود في قصر المنتزه. لا، من قبل ما تكمل كلامك لا. هو ايه اللي لا؟ انا مش هروح للملك، والملك عارف كده كويس قوي، وعارف كمان اني مش ممكن حوافق ابقى واحده من حريمه. لا 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 لا، انت فهمتيني غلط، انا ما قصدتش جلاله الملك. امال قصدت مين بقى من حشيته؟ ولا قصدت اي حد من حشيه جلاله الملك. انا بتكلم عن نفسي. لا انت ولا الملك ولا اي حد من حشيته. النمره غلط يا باشا، مش تحيه كاريوكا. تحيه، انا فعلا معجب بيك. في حدود اني رقاصه او ممثله، اكتر من كده ما اسمحلكش. بس انا اعجابي بيكي غير انك رقاصه او ممثله. يبقى يفتح الله. تحيه، انت ليه بتصدي قوي كده؟ مش ناخد وندي مع بعض؟ عشان انا مش كده، انا غير اي ست شفتوها او تعرفوها. اللي عايزني يبقى في الحلال وبس. صباح الخير يا حبيبي. صباح النور يا حبيبتي. ايه ده، احنا امتى دلوقتي؟ احنا بقينا الظهر يا كسلان. انا بصراحة مش عارف انت بتقومي بدري من النوم كده ازاي؟ احنا في شهر العسل. بطل بقى يا كسول، احنا عندنا شغل. انت عندك شغل، انا ما عنديش شغل، انا في اجازة. انا بقى ما عنديش اجازات. الله، البحر حلو قوي. اسكندريه كلها جميله وناسها كمان حلوين، بس مش احلى منك. بطل بقى يا بكيش. حبه صغيره بس. الله، وبعدين معاك على ما اجهز تكون انت كمان جاهز. طيب، على ما تعدي حمامك اكون نمت شويه. بقول لك هلبس هدومي تكون جهزت يا كابتن. يلا بقى مول. ما تشوف ايه حكايه الشغل دي كمان. والله انت اللي وحشني قوي يا سليمان بيه. اهو الحمد لله مبسوطه معاك. عندك حق، هو صحيح جوازنا جه بسرعه، بس ما تاخدش في بالك، ادينا بنعرف بعض حبه حبه، وهو بالمره بقالنا ظهر كمان في السرايا. على رأيك. من حق، أنا خلاص قربت أخلى الشغل وراجع على مصر. Thank you.
في الحقيقة فرصة عظيمة خالص أن أعرفك عن قرب يا سليمان بيه. في الحقيقة فرصة مش طيبة بالمرة بالنسبة لي. ليه كده بيه؟ عشان بتغلبني في بلياردو يا أخي. قلقتني يا بيه. سليمان بيه نجيب أكتر واحد مهتم بالمواهب الشابة يا رودي ومؤمن بيهم، بس على شرط إن هما كمان يكونوا مؤمنين بنفسهم. هتروحني على الزمالك وبعد كده تروح تسهر في القصر زي ما أنت عاوز. ليه بس يا توح؟ فيها إيه لما تيجي تسهري معانا؟ أنت عارف كويس قوي إن أنا ما بحبش السهرات اللي من النوع ده يا عاكف. أنت اللي بتقولي كده؟ تقصد إيه؟ عشان ما أنا رقصة؟ يا توح أنا ما قصرتش، خلاص زي ما تحبي. عاكف أنا أحب إني أبقى مراتك، ملكك أنت، إنما السهرات اللي فيها الملك وحشيته بحس إنهم بيبصوا لي بصات بتخرم في جسمي، وأنا واحدة عندي كرامة، ما أقبلش كده على كرامتي حتى لو أنت رديت كده. إيه ده؟ بتقولي إيه يا توح؟ هتوصلني ولا أنزل آخد حنطور؟ خلاص خلاص أوصلك. أقولك بلاش روحني على الزمالك، وأديني معهد إيزاك للرقص. الله، أنت رايحة تسهري أهو. أسهر زي ما أنا عايزة مع الناس اللي أنا أختارهم وأحبهم، مع الناس اللي يحترموني وما يتخطوش حدودهم معايا، واللي يبقوا عارفين ومتأكدين إن أنا ست متجوزة ومحترمة. إيه يا أخي سليمان بيه نجيب ده؟ شخصية هايلة بجد. سليمان بيه ده فنان بجد. أهلاً أهلاً يا توحة. إزيك يا إزيك؟ إزيك؟ معقولة؟ إيه الصدفة الجميلة دي؟ الو ازيك يا رشدي؟ ازيك يا فندم؟ اتفضلي. ميرسي. على فكره انا محظوظ قوي الليله ان انا شفت حضرتك. انا مش عارفه اقول لك ايه، دي مجامله رقيقه قوي منك يا فندم. على فكره انا سافرت ايطاليا، بس قبل ما اسافر وصيتهم ان هم يبعتوا لك ورد اسكندريه. وصل، وما تتصورش مدى فرحتي بيه اول ما شفته قد ايه. ده كومبلومون كبير قوي 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 منك. ما تتخيليش يا فندم انا سعيد قد ايه ان بشوف حضرتك دلوقتي. المرة اللي فاتت يوم ما اتقابلنا كلامك قد ايه أثر فيا وحمسني. رشدي بقى عنده حماس غير عادي يا توحة. رشدي يستاهل انه يبقى نجم كبير، وان شاء الله ربنا هيناول حلو. سيجارة يا فندم. مرسي. اخبارك ايه يا ايزاك؟ اخباري تمام. ايه عندك رقصة جديدة في فيلم ولا ايه؟ هو انا يعني ما يجيبنيش عندك هنا غير الشغل؟ انا قلت اعدي اسلم عليك، وحشني. ايه ممنوع؟ اكيد يا فندم ده من حظي اللي ما كنتش اعرف ان هو حلو قوي كده عشان اشوف حضرتك. انا كمان فرحانه قوي اني شفتك النهارده يا رشدي. تعرف يا ايزاك ان انا بفكر اسيب الرقص دلوقتي. ليه بتقولي كده بس يا توح؟ انا قلت اسيب الرقص وانا لسه في عز نجوميتي عشان ما اخسرش جمهوري. الحقيقه الكلام ده مش غريب على واحده واعيه ومثقفه زيك. في كل مره بشوف حضرتك بتديني درس جديد. الفنان اللي بيحترم جمهوره زيك اكيد فنان عظيم. ثروه الفنان الحقيقي هي جمهوره، ولو خسر جمهوره يبقى خسر نفسه وخسر كل شيء في حياته. ما تروح للدكتور يوسف رشاد، معلوماتي منك انك بتحبه وهو بيحبك. اروح للدكتور يوسف اقول له ايه؟ اقول له بحبك قوي يا دكتور يوسف؟ لا طبعا، بس انت عارف ان اليومين دول كل حاجه في البلد ماشيه بالواسطه. عندك حق، البلد بقى كلها فساد ورشاوي ووسايط، عمرنا ما كنا بنسمع عن الكلام ده. الدكتور يوسف بقى ممكن يتوسط لك عند الملك انه يرجعك الجيش تاني. اخاف اروح لها مصطفى ما يساعدنيش، ابقى خسرته للابد. أنا واثق إنه هيساعدك. وبعدين يعني هو هيخسر إيه لما يقول للملك إنه يرجعك الجيش تاني؟ فكرك الملك ممكن يوافق؟ أنا متفائل يا أمر. يا رب. طيب أستأذن أنا بقى، الوقت اتأخر. بصراحة يا فندم عادتك ما يتشبعش منها. ولا أنتوا كمان، بس أعمل إيه؟ لسه هشوف تاكسي. ايه ده انت مش معاك العربيه؟ لا ما
بس بسيطة، هاخد تاكسي من تحت على طول. لا 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 يا فندم أرجوك، تاكسي إيه؟ اسمحي لي إن أنا أوصلك بعربيتي. بس أنا مش عايزة أتعبك يا رشدي. تعالك راحة يا فندم. واحنا مش كنا خارجين نتعشى مع بعض يا رودي؟ نتعشى لوحدك يا زكي، نتعشى لوحدك. خد يا سباعي، كل يا اخويا الحمامة دي يمكن تحمي على قلبك وتقوم لك قوم. يا بت انت متأكدة ان المدام مش جاية؟ تيجي تيجي ده ايه يا اخويا؟ ده زمانتها نايمة في حضن جوزها متهنية ومتدفية، حسرة عليا لا ليا جوز ولا فرد. لا طالما نايمة ومتهنية يبقى ما بدهاش. الحمد لله على السلامة يا ست الكل. الله يسلمك يا رشدي، ميرسي. مع السلامة. تصبح على خير. باي باي. الله 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 يستهان. الله بقى ترفضي تسهري مع جوزك عشان تروحي تتصرمحي مع الواد العلم ده؟ ايه ده ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ بقول اللي شفته يا هانم، سهرانه مع الواد بتاع كاميليا. عاكف احنا في الشارع. الشارع ده هو اللي يليه بيك يا مدام. احفظ مركزك، ايه قلة الادب دي؟ انت اللي عدمت الادب. انت ازاي بتكلمني بالطريقه دي؟ الطريقه دي هي اللي تليق بواحده زيك يا مدام. اخص عليك اخص. كلكوا شكل بعض، كلكوا صنف واحد، كلكوا زباله. تطالي يا تحيه. شبعت يا زباله. يا نهار اسود، أنا عمري ما أكلت كده في حياتي، ما فيش مكان للنفس. لا براح أمك، أنا عايزاك يا أخويا تتنفس كده وتتحرك، أصل الحركة بركة ورتو. مش قادر أتحرك. لا أنا كتمت. لا بقول لك إيه، أنا ما كنتش بزغط فيك يا أخويا وبجيب لك حمام علشان ما تعرفش تتنفس. ها؟ هخليك تاخد شربة تجيب اللي في بطنك ده كله. ما. يلا إديني حب، شوية حب كده وحنان بحق الحمام اللي كلته. ما أنا هقول والنبي يا سيدي. يا بنت أقول لك يا باشا خاطري، يا بنت مش كده. حبة حنان بس شوية كده. يا نهار أبوكي أسود. يا بنت الكلب يا لمة يا لمة. أحترزوها نبط البوتاجاز في بيتي في الطبق كل العشاء يا عم. على حسابي يا بنت الكلب ولا يحصل. هي تحصلين لأمك ولا بنت أبوكي يا عم. مش حرق عمي ما تخوش عن العين يا بنت الكلب. يا بنت الكلب يا كلب مرة مرة يا بنت الكلب مرة يا بنت الكلب مرة مرة يا بنت الكلب. يا لمة يا حلوة يا لمة يا حلوة. يا بختك الميت في كل اللي حواليك يا تحية. يا بختك يا تحية. يا بختك يا تحية.